تتابعون فيها في هذا المساء. جارز يرفض تمثيل المنتخب الوطني وعضو لجنة المحترفين يردوا على اللعب. من أجل تصحيح مسار الفريق الديوانية يعلن انضمام لاعبين جديدين. اتحاد الكرة الطائرة يكشف عن مواعيد مباريات الأدوار النهائية للتوالي الممتاز. رفض اللاعب العراقي المحترف في نادي مهاجم السويدي مهند جعاز الدعوة لتمثيل المنتخب الوطني مباراة ذلك لنفاذ تاريخ جواز سفره. وكان جعاز قد رفض بوقت سابق دعوة المدرب كاتنيتش عن طريق المدير الإداري للمنتخب باسل بورتيز قبل إلغاء البطولة الرباعية والتي كان من المقرر إقامتها في الإمارات بداعي وجود استحقاقات مهمة له مع فريق السويدي. وأثر رد اللاعب صخخ الجماهير العراقية والأوساط الرياضية حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات موجهة للاعب. هذا وأكد عضو لجنة المحترفين زيد الزيدي أنه استغرب حديث اللاعب حول نفاذ جواز سفره مؤكدا أن جميع الأوراق الرسمية الخاصة باللاعب اكتملت منذ فترة. وقال الزيدي في حديث خاص للعراقية الرياضية أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة من أجل إصدار جوازات اللاعبين ومن ضمنها اللاعب مهند جعاز والذي كان موضوعه معقد. وأضاف أنه تفاجأ بتصريح اللاعب حول عدم امتلاكه الجواز العراقي رغم الجهد الكبير الذي بذله مع اللاعب لإكمال أوراقه الرسمية. وأشار إلى أن جواز اللاعب اكتمل منذ قرابة الأربعة أشهر. فجر فريق القاسم مفاجأة من الأعياد الثقيل التغلبية على نهضة الوسط بثلاثة أهداف هدفين. وقيمت المباراة على ملعب النجف الدولي حيث سجل ثنائية نهضة الوسط كل من حيدر أحمد في الدقيقة 14 ورسلان حمون في الدقيقة 22 فيما سجل ثلاثية فريق القاسم كل من عباس عابد في الدقيقة 16 وعلي محمد في الدقيقة 65 وأحمد نعيم عند الدقيقة 96. وبهذا الفوز أصبح رصيد القاسم 15 نقطة في المركز 17 فيما توقف رصيد نهضة الوسط عند النقطة 29 في المركز الرابع. أنقذ المدافع نجوى فريق الزوران من الخسارة أمام نفط ميسان بعدما أحرز هدف التعادل في الدقة الأخيرة من الوقت الإضافي من المباراة والتي استضافها ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 17 من المسابقة. ولتنتهي المباراة بنتيجة تعادل بهدف لكل فريق. وفي مباراة أخرى خطف فريق النجف فوزا قاتلا من مضيفي أمانة بغداد بهدف دون رد حساب الجولة ذاتها. وتمكن لاعب النجف أحمد لفتة من خطف هدف عند الدقيقة 83 ليخرج النجف فائزا بهذا الهدف. هذا وحقق فريق زافو فوزا مهما على فريق السماوة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب زافو لحساب الجولة 17 من الدوري الممتاز. وبهذا الفوز رفع زافو رصيده للنقطة 27 بالمركز الخامس وتجمد رصيد السماوة عند النقطة 16 بالمركز 16. وفي مباراة أخرى خيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة النفط والحدود في المباراة التي استضافها ملعب التاجي في العاصمة بغداد. أعلن نادي والي الرياضي عن تعاقده مع لاعبين جديدين في الانتقالات الشتوية الحالية لتمثيل الفريق وخلال الفترة المقبلة. وذكرت إدارة نادي والي عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك إنها أكملت تعاقدها مع اللاعب عماد عبد الزهر قادما من النجف، فيما تعاقدت أيضا مع لاعب خط الوسط ثامر برغش قادما من نادي أمانة بغداد. وتأتي تعاقدات النادي من أجل تصحيح مسار الفريق بالدوري الممتاز وإضاء جماهير النادي والإدارة الحالية.
وفي الوقت الذي تتعامل أندية الدوري الكروي الممتاز مع اللاعب المحترف على أنه ضرورة ورهنت عليه كركيزة أساسية نظرت له فرق أخرى كحلقة زائدة. التقرير الآتي يطرح لنا ملف المحترفين في الدوري الكروي الممتاز لنتابع. وسائل التواصل المتطورة والمختلفة، أدابة الفوارق، ودلل العراقيل للاتصال بين المجتمعات الرياضية، وسلطت الأضواء بشكل مباشر لمعرفة ما يحدث في كل بقعة من بقاع العالم، للاطلاع المستفيد ومواكبة التطور، والاستفادة من تجارب الغير، واكتساب خبرات لتطبيع ما يصلح منها، ويسهم في ارتقاء الرياضة العراقية. وأبرز هذه التجارب هو ملف اللاعبين المحترفين الذين تتعاقد معهم إدارات أنديتنا في الدور الممتاز، فالحكم على مستواهم وإمكانياتهم قد يكون مبكرا، إلا أن الأسماء الموجودة في دورينا قد لا تلبي طموح الجماهير المحبة لأنديتها، وهذا الأمر لا ينطبق على الجميع، فهناك لاعبين تركوا بصمات كبيرة بفضل إنجازاتهم التي قدموها. ومع هذا لم تعرف إدارات أنديتنا القليلة الخبرة كيف تستثمر تألقهم والاستفادة من عوائد انتقالاتهم إلى الدوريات المختلفة وتحديدا المجاورة لنا. فمعايير استقطاب اللاعبين المحترفين يجب أن تخدم الهدف المراد اكتسابه وعمل الإضافة المرجوة للفرق، وخاصة أن الدور العراقي الممتاز اليوم تحت أنظار الاتحاد القاري لتطبيق معايير الاحتراف ورفع معدل نقاط دوري المحترفين. ولا نعلم إن اتحاد كرة القدم ولجانه وخبرائه من هذا الأمر لوضع أسس ومتطلبات للتعاقد مع المحترف يلزم الأندية بتطبيقها لتطوير دورينا والارتقاء بمستواه، ويقطع على البعض المتاجرة بهذا الملف من خلال أساليب ملتوية. أنور صباح، العراقية الرياضية، بغداد. أكد رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة الدعم الكبير لاستضافة العراق لمجموعة نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا، مبينا أن هذه الاستضافة ستدعم ملف إقامة خليج 25 في البصرة. وقال بنيان في تصريح خاص إن هنالك مطالبات من السعودية والإمارات أيضا لاستضافة المباريات، ما يجعل الأمر صعبا، وهذا ما حصل ووافق الاتحاد الآسيوي على استضافة العراق للمباريات، فستسخر جميع الإمكانيات لأجل نادي الشرطة لأنها ستكون قضية وطن ومرتبطة بشكل كبير بخليج 25. كشف الاتحاد المركزي للكرة الطائرة عن جدول ومواعيد الأدوار النهائية للدوري الممتاز والتي ستقام في السليمانية، وذكر اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أن المباريات ستنطلق في 18 من الشهر الحالي، حيث سيواجه فريق الصناعة نظيره البيشمركة، فيما سيلاعب الحبانية فريق الشرطة، ويلاقي البحري فريق أربيل، وتختتم منافسات اليوم الأول بلقاء الجيش مع غاز الجنوب. وأضاف الاتحاد أن المباريات ستقام على قاعتي البيشمركة والسليمانية، مشددين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة. إذن للحديث أكثر نفتح هذا الملف الخاص بالدوري الممتاز للكرة الطائرة مع رئيس لجنة المسابقات صبيح حنتوش، ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ صبيح. أهلا وسهلا ست، أهلا بالعراقية الرياضية. أهلا بك. إذن ضعنا في صورة الاستعدادات للدوري الآن. نعم، حقيقة دوري أندية العراق للدرجة الممتازة والذي حددناه على ان يكون ينطلق بتجمعين اثنين ولمرحلتين لكل مجموعه، وتتاهل من كل مجموعه اربعه انديه لتتبارى بالادوار النهائيه في بغداد في ان شاء الله في نيسان المقبل. وبالفعل انطلق اول تجمع بتاريخ 20/12/2020 في محافظه البصره، ثم عقبه تجمع اخر في مدينه السليمانيه، وبالتالي اكملنا منهاجنا لهذه التجمعات الادوار التمهيديه. طيب، على امل ان نلتقي في مدينه السليمانيه في 11 من شهر شباط الحالي. نعم. طيب، من بغداد والسليمانيه والبصره، هل جميع الامور الان مكتمله فيما يخص اسكان الوفود، المتعلقات الماليه الخاصه بالبطوله؟
والله حقيقة إن الأمور الظروف اللي تحيط بالاتحاد ظروف صعبة للغاية، وأقصد منها المالية. وهذا الظروف الصعبة المالية تكاد تكون لموسمين، والاتحاد لم يستلم أي مخصصات مالية. وأنا هنا بهاي اللحظة وأشكر الفضائية العراقية أتساءل ما هو السبب، هل هناك أسباب؟ أنا أطلب منكم توضيح أن تصلوا بمطالبنا وحديثي هذا إلى القائمين على ذلك، أقصد وزارة الشباب والرياضة، وأدعو الأخ الكابتن عدنان درجان حقيقة بالتقصي عن ذلك إن كان يعلم أو لا يعلم. طيب الكل يعلم أعتقد أن اتحاد الطائرة يمر الآن بظرف مالي صعب، وأنتم ستقيمون الدوري كما ذكرت وذكرنا في السليمانية والبصرة، كيف ستواجهون هذه المشكلة العائق المادي الآن؟ نعم طبعا احنا نسير ببرنامج الاتحاد، طبعا كافة الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد الطائرة رغم الصعوبات البالغة، وبالفعل حدثت معوقات كبيرة بتمشية النشاط، ومنها مطالبة الحكام والمشرفين على استحقاقاتهم، وهم بالتأكيد أصحاب حق ومن حقهم أن يطالبوا بهذه الاستحقاقات. بس أنا أقول إلى متى، يعني إلى متى تبقى الأمور على هذا المنوال؟ وأنا أكرر وأقول للأخ السيد الوزير الرياضي، نعم، أن نلتقي حتى نفتهم نفهم الحقائق، إن كان هناك أسباب أو أمور عائمة، ربما هناك مسببات أو أمور تدعو إلى ذلك حتى توضح لنا. طبعا يا سيدتي الأمور صعبة للغاية، الأمور صعبة للغاية. برنامج هذا الأدوار النهائية، برنامج الأدوار النهائية ومنها يوم 11/2/2021 طيب باستضافة نادي البيش برقة، استضافة الحكام والمشرفين على البطولة. نعم طيب هل تم تحديد الموعد النهائي لمباريات التجمع الثاني فيما يخص الأدوار النهائية الآن؟ نعم، حدد التجمع الأول في مدينة السليمانية يوم 11/2 من هذا 2021، ويعقب التجمع آخر في مدينة البصرة تاريخ 3/3 طيب من هذه السنة، على أن أمل أن يترشح 5 فرق لتتبارى في الأدوار الدور النهائي في بغداد في 6/4 من هذه السنة. نعم نعم، رئيس لجنة المسابقات ومباريات الدوري الممتاز بالكرة الطائرة الأستاذ صبيح حنتوش، انضممت إلينا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به من معلومات. يواصل فريق البيشمركة للكرة الطائرة تحضيراته استعدادا لنهائيات دوري الكرة الطائرة الممتاز، لنتابع. لا يكلون ولا يملون في رحلة الدفاع عن اللقب، والتحضيرات تجري على قدم وساق لفريق البيشمركة الذي يستعد لخوض غمار مراحل نهائيات دوري أندية العراق للدرجة الممتازة بكرة الطائرة. والجهاز الفني يرى هذه المرحلة تأتي لمعالجة الأخطاء وتقديم أداء مغاير بعد أن اختتم الفريق مرحلتي التصفيات الأولية بحصد وصافة المجموعة. أي التصفيات يختلف عن النهائيات، لان انت بالتصفيات ما تحتاج تصرف ذاك الجهد، لو جاك اصابه يجوز يتاثر على الفريق، ولكن بشكل عام احنا كفريق نادي البيشمركه ردنا اولا التجمع البغدادي شفتوه، احنا جربنا كل اللاعبين، يعني دخلنا لاكثر اللاعبين اللي الاحتياط خليناهم تحت الضغط، وشفنا المستوى حتى تكون مهيئين للمنافسه اللي بدور 8. إذا فريق نادي البيشمركة جاهزية كاملة، ليس لدينا أي إصابات، وراح يكون إن شاء الله أحد أقوى الفرق المنافسة على الدوري إن شاء الله. التحضيرات الأولية تختلف عن الاستعدادات الحالية، إذ يصر لاعبو البيشمركة على أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقديم المستوى الذي يليق باسم حامل لقب البطولة. إن شاء الله يوم 11 تجمع النخبة اللي متكونة من 8 فرق اللي صعدوا من مجموعتين محافظة سليمانية بأرضنا وبملعبنا، إن شاء الله نكون على حظ الجميع ونقدم مستوى أحسن ونكون منافس قوي بالدوري. هاي المرحلة مهمة جدا، أنه راح تعتبر نقاط، يعني إن شاء الله عازمين على دخول كل مباراة ناخذ فيها 3 نقاط، وداخلين بقوة هم، يعني نصحح الأخطاء بالوحدات التدريبية، عندنا وحدة تدريبية صباحية وحدة تدريبية مسائية، ونصحح يعني بكل الجوانب نصحح الأخطاء اللي وقعنا بها في ذيك المراحل السابقة. اتحاد اللعبة حدد موعد التجمع الأول في محافظة السليمانية اعتبارا من 11 من شهر شباط الجاري،
فيما يقام التجمع الثاني في 3 آذار المقبل في محافظة البصرة، ويترشح من التجمعين 5 أندية ترحل معهم نقاط كل فريق إلى التجمع الأخير والنهائي. من السليمانية، مؤيد الهاوي، العراقية الرياضية. نظم اتحاد الرماية بطولة أندية العراق للناشئين بسلاحي البندقية والمسدس الهوائي. تفاصيل أكثر مع عدي حاتم. الظرف المالي الصعب لم يقف حائلا أمام اتحاد الرماية بتدوير عجلة نشاطاته وتنفيذ فقرات منهاجه العام، وانطلاقا من الإيمان بقدرة الفئات العمرية على رفد الأندية والمنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين، نظم الاتحاد بطولة العراق للناشئين بسلاحي البندقية والمسدس الهوائي وبمشاركة واسعة من أندية بغداد والمحافظات ومن كلا الجنسين. قلنا هذه البطولة بطولة الناشئين والناشئات بالمسدس والبندقية الهوائية، الغرض منها إعداد القاعدة وتهيئة المنتخب الوطني، اختيار عناصر المنتخب الوطني من ناشئين وناشئات للتنفيذ في البطولات الخارجية للموسم الحالي. وعلما أن لا توجد أي دعم ولم نستلم أي مبالغ، علما أن هذا الدعم هو من الاتحاد خاصة. لكن الرماية العراقية التي عودت رياضيها على أن لا تنقطع عن الوقوف على منصات التتويج، أصرت عائلة الرماية بكل كوادرها الإدارية والفنية على أن تستأنف الأنشطة برغم تأخر الموازنة، لأن الرماية هذه المهارة، مهارة الأجداد هي مهارة العطاء. البطولة كانت محطة مهمة لاختيار اللاعبين المؤهلين وضمهم للمنتخبات الوطنية، فيما ارتسمت علامات الفرح على محيا اللاعبين الذين حققوا نتائج مميزة. وشهدت البطولة أيضا تطبيقا للقانون الدولي، ولم تكن هنالك أي خروق مثلما تمكن الحكام من إدارتها إلى شواطئ الأمان. تهيئة الناشئين للمنتخب الوطني، تعرف هاي التهيئة مو سهلة، بيشارك بها بطولات مستقبلة، يعني احنا هالسنة باعتبار هالسنة نقول فاصل باعتبار جائحة كورونا، عسنت اللوح حيكون بين تجيب النتائج إن شاء الله عالية، والحمد لله وشكرا عندنا هسه لاعبين 2 مثل المنتخب الوطني باسم النادي باسم المنتخب ومستواهم كل جيد. حصلت على المركز الأول، إن شاء الله البطولات الجاية حصل منافسات أقوى وكانت منافسة قوية. هاي البطولة طبقنا القانون الدولي، يعني الحمد لله والشكر، وما صار عندنا أي خرق أو أي يعني أي شيء، والحمد لله كانت بطولة ناجحة، مشاركة أندية تقريبا 19 أندية. المشهد الأخير كان تثمينا لجهود المشاركين وتكريما للفائزين وتتويجا للأندية التي بلغت المراكز الأول، فيما تم تكريم الحكام الذين بذلوا جهودا كبيرة في إدارة البطولة. عدي حاتم، العراقية الرياضية. حقق زيد علاء المركز الأول في اختتام بطولة الشطرنج المفتوحة في محافظة البصرة. لنتابع تفاصيل مع طارق. اختتام بطولة البصرة المفتوحة للشطرنج والتي شهدت مشاركة واسعة من رواد هذه الرياضة وبأعمار مختلفة لتكون المنافسة على أشدها في النهائي. بطولة محافظة البصرة للمتقدمين بالشطرنج الكلاسيكي لعام 2021 جرت على مدى 5 أيام وتسع جولات بوفق أسلوب التزويج السويسري وبتوقيت ساعة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة. الحقيقة هي بطولة مفتوحة ممكن أن يشارك بها الصغار والكبار والنساء والرجال. ما يميز البطولة مشاركة لاعبين بأعمار صغيرة ليشكلوا حلقة المنافسة الأبرز في الختام، ليذهب المركز الأول إلى اللاعب زيد علاء، أما الوصافة من نصيب اللاعب محمد حمزة. أهم إنجاز أعتبره حدان هو أخذ بطولة البصرة، لأن بطولة البصرة كان على المتقدمين، وأنا أعتبره يعني أصغر لاعب تاريخ البصرة يأخذ بطولة البصرة، والمنافسة كانت قوية وأبد مو سهلة يعني أخذ المركز الأول. وحتى ورا ما خلصت 27 لاعب بالبطولة، ورا ما خلصت البطولة اضطر منظمين البطولة يسوون ماتش بين 3 لاعبين سواء نفس النقاط، فورا ما صار هذا الماتش أخذت المركز الأول. عمري 13 سنة، أحرز بهاي البطولة 4 نقاط من أصل 9 جولات بخسارة 5 جولات. هاي البطولة إنه
بالتدرجات العالمية إنه شوي نقصت اللي هو التدرج العالمي بالربد. عفوا قصدك. تحتل لعبة الشطرنج مساحة واسعة بين الألعاب الفردية في المدينة لتشكل هذه النقطة مصدر قوة لتطويرها. من البصرة طارق الطربوش العراقية الرياضية. افتتح في محافظة واسط فرع لنقابة الرياضيين العراقيين، وبمناسبة انطلاق عمل النقابة بشكل رسمي بعد إكمال المصادقة على نتائج الانتخابات والتي أقيمت في وقت سابق لاختيار رئيس وأعضاء النقابة. نقابة الرياضيين العراقيين تفتتح فرعا جديدا لها في محافظة واسط ضمن سياسة التوسع والانفتاح على جميع المحافظات بحضور نخبة من الإداريين والمدربين واللاعبين والرواد والمعنيين بالشأن الرياضي. نحن اليوم في افتتاح هذه النقابة تحدثنا مع جماهيرنا الرياضية وروادها ومهتمين بالشأن الرياضي عن كثير من الحقوق الضائعة والفوضى بين المؤسسات الرياضية والتقاطعات، وكان الله في العون، لكن لا مستحيل أن نقدم شيء كبير. دعم الرياضة وإيجاد حقوق اللي انسلبت من الرياضيين على مدى 15 إلى 17 سنة. احنا كنا عزم كأعضاء وكأن كحركة نحاول نسترد هذه الحقوق. الرياضيون في واسط باركوا خطوة الافتتاح متمنين أن تسهم نقابة الرياضيين برفع الحيف عن واقع الرياضة العراقية وإنصاف الأبطال الحقيقيين الذين رفعوا اسم العراق عاليا في المحافل الخارجية. يصير حق للرياضي يقدر يناقش، يقدر يطالب من خلال اللي أكو ممثل عنه، اكو بعض الامور تخص الانديه، مشاكل الانديه مع الحكومه المحليه على الاقل. وبهذه المناسبه ادعو الجميع كصحفيين ومؤسسات ومنظمات وحتى الحكومه المحليه بدعم النقابه ودعم هذه الشريحه. السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستشكل نقابه الرياضيين العراقيين ملاذا حقيقيا لشريحه الرياضيين الواسعه وتعمل على المساهمه مع الجهات المختصه والمعنيه بانتشال واقع الرياضه المزري وخروجها من دائره الصراعات والتجاذبات التي تتصدر واقع المشهد الرياضي في البلد؟ احتضان شريحه الرياضيين الواسعه والمطالبه بحقوقهم المشروعه ومد جسور التعاون المشترك مع الحكومه المحليه لدعم القطاع الرياضي وما تسعى لتحقيق رقابة الرياضيين العراقيين في واسط ضمن برنامج عملهم المرتقب. ميثاق زراجي، العراقية الرياضية، الكوت. أقامت إدارة نادي الحسين الرياضي مجلس عزاء للراحل عدنان جبار باهض رئيس نادي العدالة والذي وافاه الأجل بعد صراع طويل مع المرض. عدنان جبار باهض يحب العمل دائما في مشواره، وهذا ما كان سر نجاحه في المجال الرياضي وتحديدا في نادي العدالة. الأمر بقي ملازما معه خلال السنوات التي قضاها في خدمة الرياضة العراقية، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى كانت هي الأقوى في إيقاف قطار عمره بعد صراع طويل مع المرض أبعده عن عائلته ومحبيه. أنا أحد يعني أحد عائلة الأستاذ الفاضل عدنان جبار باهض، ما عدنا إلا جزيل الشكر لكل الكادر الرياضي، والمصاب اللي صار على عدنان هم بالنسبة لهم الأخوة الرياضيين هم فقدوه، لأن الأستاذ عدنان فد شيء شفاف وراقي والكادر الرياضي خسره. المرحوم عدنان لا يعوض، شخص نظيف خدم الرياضة بكل يعني بكل صنوفها، خدم المجتمع الرياضي، إنسان محبوب، إنسان نظيف، إنسان متعاون مع الجميع، إلى بصمة في نادي العدالة كبيرة، قدر يطور النادي إلى مستوى معين، وصعدنا إلى الدوري الممتاز في موسمين في عام 2006 و2007. الأصدقاء والرياضيين للراحل أقاموا له مجلس عزاء استذكارا وحبا لهذه الشخصية الرياضية التي لم تدخر جهدا يوما في الانطلاق بأي عمل، وهذا الشيء استرجعه كل من عمل معه ورافقه طيلة حياته التي لم يشاهدوا منه غير الطيب والوفاء. شخصية تتمتع بخلق نبيل،
تتمتع بالإنسانية الكبيرة، كان حاضر في كثير من المواقف اللي تخص الرياضيين. بالتأكيد خسارة الجيل القديم هو خسارة يعني مؤلمة للواقع الرياضي. يعني نتمنى أنه دائما الأجيال القادمة أنه تتخذ من هؤلاء الناس عبرة لهم ونموذج يقتدون به. بالنسبة لنا يمكن تعايشنا مع هذا الشخص، مو فقط يعني خسر الوسط الرياضي، احنا يعني كاشخاص عاديين في مدينه الصدر يمكن خسروا هذا الشخص، لكن لا اعتراض على امر الله سبحانه وتعالى. انسان محب للجميع، محب للرياضيين، يحب مدينته، يحب ناسه، متواصل مع الجميع. الفراق، الرحيل، الوداع، البعد، هذه المفردات هي القاسم المشترك للحزن والآلام التي يتركها الانسان برحيله عن هذا العالم. فيا عدنان، نم قرير العينين، فأنت عند رب كريم ورحيم. عدنان جبار شخصية رياضية فقدها الوسط الرياضي الذي تأثر به، كونه من الذين عملوا بإخلاص وتفاني ما أعطى لنادي العدالة إيجابيات بمشواره، خدم من خلالها اسم الرياضة العراقية. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.